الآن لأفضل رأس حربة في العالم حاليا، المجنون إيرلينغ هالاند نجم السيتي والمنتخب النرويجي، متر 94 سنتيمتر و22 عام فقط، قاطرة بشرية، جزار قاتل يسجل بالفطرة، أستاذ تمركز داخل منطقة الجزاء، سريع كالبرق ويلدغ كالثعبان، قدم يسرى خارقة حارقة ملتهبة يسبب رعب لأي حارس مرمى. ما في خط دفاع سيهنأ وهو يواجه هالاند، ممنوع أن تغفل عنه لأنه سيسجل بدون ما تشعر، يقرأ الهجمة ويتحرك ويسبق الجميع، إنسان غريب بكل شيء، شكله وطريقة ركضه وحتى كلامه وتصريحاته أيقونة بحد ذاته قادم لعالم كرة القدم وراح يعشش فيها. يتوقع أن يضرب أرقام ميسي ورونالدو لو استمر على هذا المنوال. أفضل صفقة هذا الموسم من دون منازع، مسجل 14 هدف حتى الآن في 10 مباريات هذا الموسم في كل المسابقات، حقق أرقام قياسية ما سبق فيها أحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. أن يسجل لاعب 11 هدف في أول 7 جولات، لا هذا شيء ما حصل من قبل، ولسه الموسم الماضي سجل 29 هدف في 30 مباراة مع بروسيا دورتموند وصنع 8 أهداف. يلا امسك تخيل، وهو نفسه قتل فريقه السابق دورتموند في دوري الأبطال بهدف مجنون ما بيعمله إلا إيرلينغ هالاند.